مع تراجع إنتاج حقول النفط، تضع النرويج عينها على الثروة السمكية من أجل إيجاد مصادر دخل إضافية لاقتصاد البلاد، فهي مصدر لنحو 50% من أسماك السلمون حول العالم، وصادراتها في 2016 بلغ 7 مليارات و600 مليون دولار. لكن ثروتها السمكية تواجه تحدياً هو قمل البحر، الذي أدى إلى تراجع أعداد الأسماك وزيادة معدلات نفوقها. حاليا يعد قمل البحر أحد العوامل الرئيسة التي تعيق انتشار حقول سمك السلمون في المحيط الأطلسي ببعض المناطق في النرويج، وبالطبع يعد هذا الأمر مكلفا لهذه الصناعة. ويتركز قمل البحر في المياه الراكدة والخلجان التي تتواجد فيها المزارع السمكية، ويدرس الباحثون في جامعة بيرغن طرقا لمكافحة طفيليات قمل البحر من خلال التعديل الوراثي. لا يزال التعديل الوراثي وسيلة حديثة ويمكن أن يكون حلا، لكن قبل الوصول لهذه المرحلة يجب معرفة ما الذي سنقوم بتغييره بالضبط وما مدى تأثيره. كما يهدد انتشار قمل البحر في مواقع تربية السلمون، حيث من الممكن أن تتسبب عواصف المحيطات في تمزيق الأقفاص وتحرير الآلاف من الأسماك التي يحتمل أن تكون مصابة. بإمكان سمكة كبيرة تحمل من 50 إلى 100 من طفيليات قمل البحر، لكن السمكة الصغيرة غير محصنة أمامها، إذ لا يمكنه تحمل سوى عدد قليل منها. لذا علينا ضمان أن نسبة العدوى ضئيلة في هذه الفترة. وتنفق واحدة من كل 5 من أسماك السلمون في النرويج قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، ويرجع ذلك جزئيا إلى قمل البحر الذي يتغذى على جلد هذه الأسماك. وتستطيع أنثى قمل البحر إنتاج 1000 يرقة أسبوعيا، ويمكنها أن تعيش لمدة عام ونصف العام.